بسم الله الرحمن الرحيم، أبناء طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع قناة مستر إسماعيل حلمي. هنبدأ دلوقتي يا شباب إن شاء الله في الدرس الثالث والرابع من الوحدة الثامنة يونيت 8. وقبل ما نبدأ، إيدك بسرعة زر اللايك والشير والسبسكرايب عشان القناة تنتشر وتوصل لكل أصحابك، ولو عندك أي تعليق اكتبه لي في الكومنتس علشان أرد عليك. ويلا بينا نشوف كده الكلمات بتاعتنا. هنا عندي كلمة فابريك معناها قماش، فابريك قماش، انك حبر، انك حبر. عندي بعد كده كلمة ويفنج النسيج، ويفنج النسيج. اما ويفر اللي هو حائك او نساج، حائك اللي هو اللي بيخيط يعني، ويفر حائك او نساج. عندي كلمة لوم يعني نول، لوم اللي هو بيستخدموه في النسيج اليدوي، لوم نول. وعندي كلمة ثريد، ثريد معناها خيط، ثريد يعني خيط. تراديشن، تراديشن حرفة تقليدية أو عادة، تراديشن تراديشن. وبعد كده عندي كلمة كارييج الحبارة، كارتريج الحبارة، كارتريج كارتريج الحبارة بتاعة البرينتر بتاعة الطبعة. عندي بعد كده ووتر بوليوشن تلوث المياه، سوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي، ريسايكلينج بروجكت مشروع إعادة تدوير، ريسايكلينج بوكسز صناديق إعادة تدوير القمامة، بلاج بلاج مدونة إلكترونية. وعندي كلمة برينتر طبعة، بروكن بتيجي بمعنى مكسور. اتفقنا إن الصفة التالتة، التصريف الثالث بيجي إيه؟ كصفة، التصريف الثالث للفعل بريك 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 بروك بروكن، يبقى كلمة بروكن بتيجي بمعنى مكسور، يبقى التصريف الثالث ممكن يجي كصفة. وعندي كلمة بعد كده هيد تيتشر مدير المدرسة، هيد تيتشر كيل يقتل، وليتست الأحدث، ليتست الأحدث صفة. وعندي كلمة ماتيريالز معناها مواد أو خامات. بعد كده عندي هنا كلمة بريكس قوالب الطوب، بريكس كاربت سجادة، فيلد ملعب أو حقل، ملعب كرة القدم طبعا عشان هو بيكون مزروع فيلد. أما انستيد معناها بدلا من ذلك، انستيد جولري مجوهرات، لافلي جميل، ريفورم يصلح او اصلاح، ريفورم يصلح بتساوي كلمه مند وفيكس وريبير او اصلاح، وواي معناها طريقه، سوليوشن حل، توب الغطاء، غطاء الزجاجه البلاستيكيه غطاء البيبسي مثلا، توب الغطاء. وعندي بقى كلمه تراديشنال ارت الفن التقليدي، تراديشنال ارت، وول صوف، وول صوف. ذا ورلد كاب بكاس العالم، نو فاكتوري مصنع، رشا رشا دولة روسيا تنطق رشا. والشباك الصيد اسمها فيشنج نيتس، شباك الصيد. فصفات الافعال عندي ليت 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 يسمح او يدع، سي سيد سيد يقول او يخبر، سيل سولد سولد يبيع، بيجين بيجان بيجان يبدا، فول فيل فولن يعني يقع او يسقط. الديفينيشنز عندنا هنا بيتكلم على الفابريك، ايه هو القماش، تعريف القماش بالانجليش، هو عباره عن كلوث يعني قماش، or material أو مادة خام، which can be used to make clothes أو bags، يمكنها أن يمكن استخدامها لصناعة الملابس أو الحقائب. أما كلمة ink معناها حبر، a liquid used in pens وسائل يستخدم في الأقلام، or printers أو الطابعات، for writing أو drawing للكتابة أو الرسم. أما loom اللي هو النول، a machine used for weaving آلة تستخدم من أجل الخياطة أو الحياكة. أما كلمة أو النسيج طبعا. أما كلمة thread معناها خيط، a long piece of cotton يعني قطعة طويلة جدا من القطن، سلك أو الحرير etc. لخ يعني، which people use can use التي الناس يستطيعون أن يستخدموهم to so or make clothes لكي يخيطوا او يصنعوا الملابس. اما كلمه weaver اللي هو الحائك او النساج، a person who makes cloth by weaving الانسان الذي يصنع الملابس بالايه، بالخياطه او بالنسج. اما كلمه weaving حرفه النسيج، the art making cloth يعني فن صناعه الملابس سوري القماش، by crossing threads بتمرير الخيوط، using a special machine باستخدام آلة خاصة. أما كلمة printer cartridge اللي هو حبارة، الكارتريج بتاع البرينتر بتاعنا،
اللي بنغيره لما الحبر يفضى. A piece of plastic يعني قطعة من البلاستيك which contains and supplies ink اللي تحتوي على أو تمدنا بالحبر for printer للإيه؟ للطبع. عندي بعد كده الملتزمات اللفظية، عندي هنا الفعل make بيجي مع a plan، make a plan يعد خطة، do research يعني يقوم بإجراء بحث، و start a project يبدأ مشروع. General notes على reading و listening، هنا عندي الفعل let وكلمة allow، let معناها يسمح، let me بيجي بعدها فعل في المصدر فمفعول به وبعد كده مصدر اهو my father بابايا. Let us go to the cinema يعني هنا let بتيجي بمعنى يسمح مش يتخلص، يعني يسمح بابايا بعد اذنك دعنا او اسمح لنا نذهب الى السينما. اما كلمة allow بتيجي بمعنى يسمح او يأذن، هي نفس معنى كلمة let، لكن بس allow بيجي بعدها to زائد مصدر، انما let بيجيش بعدها to، بيجي بعدها مصدر على طول. let مفعول مصدر، allow مفعول to مصدر. يبقى مستر جوهري allows us to play football. مستر الكابتن مستر جوهري السيد جوهري سمح لنا ان نلعب كرة قدم. الفرق بين let و allow، let بيجي بعديها مفعول ومصدر، اما allow بتيجي بمعنى الاثنين معناهم يسمح او يدع، بيجي بعديهم مفعول to مصدر. اما كلمة through away معناها يتخلص من، هنا through away يتخلص من، وعندي through into يرمي فيه. هنا he threw his old shoes away، هو تخلص من أحذيته القديمة. أما هنا كلمة through into يعني يرمي فيه. he threw some bites of bread، هو رمى بعض لقمات أو قطع الخبز into the lake to feed the fish، إلى البحيرة لكي يطعم السمك، يبقى يرمي فيه. يبقى through into يرمي فيه، اما through away يتخلص من زي القناه بتاعتنا اما تخلص منها او اي حاجه قديمه عندك. عندي بعد كده كلمه make مفعول وto يحول الى. they made their old bags into new ones، هم حولوا شنطهم القديمه الى شنط جديده. يبقى make مفعول into معناها احنا طبعا عارفين ان كلمه make يعني يصنع او يجعل، لكن make مفعول into بتيجي بمعنى يحول كذا الى كذا. شوية ملاحظات على الـ pronunciation، pronunciation اللي هي عملية النطق، شوية ملاحظات كده على نطق الكلمات. هنا بيقول لي خلي بالك syllable is a part of word، المقطع هو جزء من الكلمة. that contains a single vowel، له حرف متحرك واحد and vowel sound، and that is pronounced as a unit، وينطق واحدة واحدة. طب هنا بيقول لي how to divide words into syllables، كيف تقسم الكلمة إلى مقاطع. هنا بيقول لي separate prefixes and suffixes from root words، يعني افصل البادئات والنهايات من جذر الكلمة أو أصل الكلمة. هنا عندي كلمة preview pre وview، الأصل بتاع الكلمة هو كلمة view، الروت بتاعها هو كلمة view، وكلمة pre ده prefix ده مقطع أضاف أو أضيف أول الكلمة، يبقى أقول preview. يبقى هنا كلمة إيه؟ preview، هنا كلمة مقسومة نصين. أو يقول لي مثلا divide between two or more consonants، يعني افصل بين اثنين أو ثلاث حروف ساكنة that are next to، اللي بيكونوا متجاورين مع بعض each other. first and second consonants، يعني الحرف الساكن الأول أو الثاني افصلهم عن بعض. عندك هنا كلمة desert في حرفين ساكنين ورا بعض، هنفصل الكلمة من نصها، يبقى desert desert. this ده مقطع وzart ده مقطع تاني، ده الفيرست consonant، ده الفيرست syllable، وده السكند syllable، ده المقطع الأولاني ده المقطع الثاني، first syllable وده السكند syllable. نقدر نحل على الكلام دوت على الاكسرسايز على lesson 3-4 في unit 8. بيقول لي some students learn about the traditional art of، بعض التلاميذ بيتعلموا عن الفنون التقليدية لي carpets at school today، في السجاد في المدرسة النهاردة. طبعا بنتكلم على weaving، على نسج السجاد في المدرسة. عندي هنا we should replace، يجب ان نستبدل ايه؟ ink
in the printer regularly، بتاعت الطبعة بانتظام. بيتكلم هنا على كلمة كارتريج اللي هي نمبر بي اللي هي حبارة الطبعة، يجب أن نستبدلها بانتظام. عندي بعد كده نمبر 3، the of the sofa الكنبة is in need of repair، في حاجة إلى الإصلاح. بيتكلم هنا على الفابريك، قماش الكنبة بيحتاج إن احنا نصلحه. نمبر 4، weavers can make the long، النساجون يستطيعون أن يعملوا the long into fabric on looms، إلى قماش من عن طريق النول، على النول. طبعا بيتكلم على الثريدز، الخيوط، ان السجون يستطيعون ان يعملوا خيوط طويله الى يحولوها الى قماش عن طريق النول. نمبر 5 بيقول لي هنا there aren't many weavers in Egypt today، لا يوجد الكثير من الايه من النساجون في مصر. طبعا بيتكلم على التراديشنال ويفرز، النساجون التقليديون في مصر، يبقى الاجابه تراديشنال. You can make it to build houses from old plastic bottle tops، يمكنك ان تعمل ايه لكي تبني بيوت من from old plastic bottle tops، من الغطيان الزجاجات البلاستيكيه. ممكن تعمل هنا بريكس، قوالب من الطوب البلاستيك. نمبر 7، مريم اند هند فاوند ا نوت اوف ميكينج ثريد فروم بلاستيك باجز، مريم وهند وجدوا ايه مصنوع من الخيوط من غطيان البلاستيك. طبعا لقوا هنا، يبقى لقوا فاوند اواي، لقوا طريقة لصناعة الخيوط من الغطيان البلاستيكية او اغطية الزجاجات البلاستيكية. نمبر 8، Don't walk on that bridge، لا تمشي على هذا الكوبري، it's broken، انه مكسور او معطل. نمرة 7، This sweater is made from، هذا السويتر مصنوع من. طبعا هنا عندي كلمة wool اللي هو الصوف، ميتال معدن، وود يعني خشب، وبلاستيك يعني مادة البلاستيك. نمبر 10، ار ويب سايتس، هي مواقع يوزد باي ميني بيبل، تستخدم بواسطة الكثير من الناس تو كوميونيكيت، للتواصل. طبعا بيتكلم على السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي. عندي بعد كده از سامز كمبيوتر كونكتد ذا الكتريستي، الكهرباء. طبعا كونكتد بيجي مع حرف الجر 2، هل كمبيوتر سما متوصل بالكهرباء. نمبر 12، Don't let people at you، ياسر لا تجعل الناس، طبعا هنا عشان في don't يبقى انا عايز فعل في المصدر، لا تجعل الناس ايه laugh، واحنا اتفقنا ان كلمة let، don't let people، let بيجي بعدها ايه فعل في المصدر على طول. اما رقم 13، number 13، please something for my poor dog، من فضلك شيئا الى كلب. هنا بور دوج مش معناه فقير، بور بتيجي بمعنى هنا بور، بتيجي بمعنى مسكين. طبعا هي بيقول له جيف سمثينج فور ماي بور دوج، اعطي شيئا لكلبي المسكين. نمبر 14، از ليكويد، هو سائل، يوزد ان بينز، يستخدم في الاقلام اور برينترز او الحبارات، فور رايتنج للكتابه. طبعا بيتكلم على الانك اللي هو الحبر. نمبر 15، is a person who makes cloth، هو شخص بيصنع ملابس، by weaving، بالنسج. طبعا weaving يبقى الويفر اللي هو النساج، يبقى weaver حائك او نساج، خياط او نساج يعني. نمبر 16، is a machine، هي آلة، used for weaving، آلة بتستخدم للحياكة او للنسيج، هي بتتكلم على اللوم اللي هو النول. 17، there is a long piece of cotton، هي قطعة كبيرة من القطن، سلك أو الحرير، which people can use to sew clothes، الناس ممكنهم أن يستخدموها لخياطة الملابس. طبعا بيتكلم هنا على الثريد اللي هو الخيط. عندنا بعد كده نمبر 18، a plastic football field،
عبارة عن ملعب كرة قدم من البلاستيك أو أرضيته بلاستيك. was used in the 2018 World Cup، استخدم في كأس العالم 2018، هي النجيلة الصناعي يعني. The word filled means، كلمة filled تعني طبعا هنا بتعني sports play ground، يعني ملعب رياضي أو أرض الملعب ذات نفسه، sports play ground. عندي بعد كده number 19، the printer is connected to the computer، الطبعة متوصلة بالكمبيوتر. the word connected means together، كلمة connected معناها ايه؟ مع بعض، معناها joined، متصلين مع بعض، يبقى كلمة joined معناها متصل. number 20، 20، the phone our friends instead of، we phone our friends instead of sending them message، نحن نتصل بأصدقائنا بدلا من إرسال رسائل لهم. the expression instead of means expression، التعبير expression بدلا من ده يعني، طبعا معناها الأربع كلمات دول in the place of يعني بدلا من، كلمة in the place of معناها بدلا من. بعد كده عندي المترادفات والمتضادات، synonyms and antonyms. عندي كلمة below معناها أسفل، بتساوي under أو down بالمعنى، عكسها above يعني أعلى أو فوق. connect يربط او يتصل، بتساوي كلمة attach او associate معناها يرتبط بي او يتصل بي، عكسها disconnect او separate منفصل. اما هنا كلمة wrong يعني خطأ، incorrect يعني غير صحيح، خطأ برضو، بتساوي عكسها كلمة right، broken مكسور، بتساوي كلمة smashed يعني محطم، damaged مدمر او متالف، عكسها unbroken يعني غير مكسور. اما كلمة traditional معناها تقليدي، عكسها بتساوي كلمة classic، عكسها كلمة modern يعني حديث او عصري. نيجي للمقاطع البادئة والنهاية، هنا الـ AL بتحول الاسم لصفة، زي tradition تبقى traditional تقليدي، الـ ER تحول الفعل لاسم فعل زي ما احنا متعودين، play player يلعب، لاعب swim يسبح، swimmer سباح، weave حائك، weaver نساج، weaver weave يعني يخيط او ينسج، ويفر نساج او حائك. اما الاي دي تكون صفه من الفعل، كونكتد معناها متصل بيه او مرتبط، والفول تكون الصفه من الاسم، كلر معناها يلون، وكلرفول معناها زاهي الالوان. نحل على الكلام ده، رقم واحد، وي كان فورم ذا ادجكتيف فروم ذا وورد كونكت، يمكننا ان نحصل على او نكون الصفه من الكلمه كونكت باي ادينج ذا سافكس، باضافه ال ناهية ED connected يعني متصل بي. number 2، if he does something wrong، لو هو عمل شيء خطأ، he has to be punished، يجب أن يعاقب. in this sentence، في هذه الجملة، we can replace the word wrong، يمكننا أن نستبدل كلمة wrong بكلمة طبعا incorrect يعني غير صحيح. number 3، عند هنا the antonym of the word traditional يعني مضاد كلمة traditional تقليدي، طبعا الإجابة هي كلمة modern يعني حديث. number 4، there is a broken glass، يوجد زجاج مكسور، on the floor على الأرض، the synonym of the word broken يعني مرادف كلمة broken مكسور هي طبعا محطم، اللي هي كلمة damaged يعني، وفي كلمة سماش اتخذناها من شوية معناها مكسور أو محطم. number 5، بيقول لي هنا we add the suffix، بنضيف البادئة the suffix النهاية ايه، to form the adjective of the word tradition، عشان نكون الصفة من الكلمة تقليد، طبعا الايه اللي تبقى traditional يعني تقليدي. آخر جملة عندنا هنا، please من فضلك don't write below the page، من فضلك لا تكتب أسفل الصفحة.
the antonym of the word below يعني مضاد كلمة below اللي هي معناها أسفل طبعا معناها أعلى. كلمة أعلى في الأربعة دول هي كلمة إيه؟ above. above معناها أعلى أو فوق. تمام؟ بعد كده عندنا general exercise على الدرس الثالث والرابع كاملا. هنبدأ السؤال الأول finish the following dialogue انهي أو خلص الجدول الآتي. طبعا هنبدأ نقرأ السطر الأولاني اللي هو في اللي فيه شرح الدرس بيتكلم عن إيه. حمزة is talking to Mr. أيمن. حمزة بيتكلم مع مستر أيمن about renewable and non-renewable energy عن الطاقة المتجددة والطاقة الغير متجددة. فحمزة بيقول لمستر أيمن إيه؟ Good morning Mr. أيمن. صباح الخير يا مستر أيمن. Could you explain something for me؟ هل يمكنك أن تشرح شيئا لي؟ قال له Good morning حمزة. Of course طبعا. راح سألني سؤال أم هو رد عليه بسؤال تاني. السؤال طبعا يسأله له هنا مستر ايمن هيقول له كيف يمكنني ان اساعدك. يبقى how can I help you. how can I help you كيف يمكنني ان اساعدك. طبعا هنا رد عليه حمزة بسؤال تاني. هو طبعا عايز يعرف حاجة. قال له renewable energy is a kind of energy الطاقة المتجددة هي نوع من الطاقة that is easily replaced التي يمكن بسهولة استبدالها. طبعا هنا بيسألوا عن ما هي الـ renewable energy ما هي الطاقة المتجددة. يبقى هيقول له what الاستفهام الفعل المساعد اهو في الإجابة what is the renewable energy ما هي الطاقة المتجددة. What is the renewable new وكلمة able وenergy بعديها ما هي الطاقة المتجددة. راح قال له الطاقة المتجددة هي نوع من الطاقة يمكن استبدالها بسهولة طبعا نمبر هنا. قال له can you give me examples of renewable energy هل يمكنك أن تعطيني مثال على الطاقة المتجددة. هيقول له طبعا الطاقة الشمسية. قال له is oil one of the example of the renewable energy طبعا هنا عندنا الطاقة المتجددة طاقة الرياح وطاقة والطاقة الشمسية. يبقى أقول له the solar energy الطاقة الشمسية. طب هل البترول واحد من الأمثلة للrenewable energy هل البترول واحد من الطاقة أمثلة الطاقة المتجددة. طبعا هيقول له لا يقول له لا ده مش طاقة متجددة. No it isn't. No it isn't. Which is better أيهما أفضل أو أيهما أفضل for the environment للبيئة renewable or non-renewable energy الطاقة المتجددة ولا الطاقة الغير متجددة. طبعا هيقول له طبعا الطاقة المتجددة هي الأفضل. يبقى هيقول له طبعا of course طبعا of course renewable energy is useful. طبعا الطاقة المتجددة هي اللي هي المفيدة. ندخل على السؤال اللي بعده. سؤال املى الفراغات. عندك كلمة ويل يعني سوف. ويفينج يعني النسيج. ويف يعني ينسج او يحيك يخيط يعني. لوم المنوال. وود يعني هل او سوف. وعندنا هنا كاربتس يعني سجاد بيقول لي نمبر 1. وماي جراند mother أمي is very active أمي نشطة جدا. her favorite hobby is هوايتها المفضلة هي طبعا بيتكلم على الويفينج النسيج أو الخياطة. she has an old A which she used to A many beautiful carpets هي عندها نول عندها لوم رقم 2 بتستخدمه which she used to عشان تعمل إيه عشان ويف عشان تنسج تستخدم اللوم عشان إيه علشان اللوم رقم 2 سوري لوم رقم 2 وويف رقم 3 تستخدم اللوم علشان ويف عشان تنسج.
many beautiful carpets, الكثير من السجاد الجميل. I always ask her to teach me that nice hobby. أنا دايما بأطلب منها أنها تعلمني هذه الهواية الجميلة. And I think she will teach me how to do it soon. وأعتقد أنها سوف تعلمني هذه الهواية قريبا. يبقى will رقم 4. نخش على choose رقم 1. هنا في choose بيقول لي throwing rubbish in the streets, يعني إلقاء القمامة في الشوارع, is horrible behavior, يعني تصرف مروع وحش. The antonym of the word horrible, يعني مضاد كلمة horrible. طبعا هنا عندي terrible فظيع, ugly قبيح, busy مشغول, lovely يعني محبوب أو جميل. يبقى الإجابة هي lovely. Number two, we add the suffix, بنضيف البادئة إن هي إيه, to get the adjective from the word color, عشان نجيب الصفة من كلمة color. طبعا نضيف إن هي full, يعني colorful معناها ملون. Number three, your methods of teaching, يعني طرقك للتدريس are traditional, تقليدية. You should change it, أنت يجب أن تغيرها. The synonym of the word traditional, يعني مرادف كلمة traditional, is useful, مفيد, well known, معروف, modern, حديث, old fashioned, يعني عادة قديمة أو مودة قديمة. الإجابة old fashioned. Number four, this happens from a short time, هذا حصل من وقت قصير. It's the news, free, old, latest, usual. طبعا latest news عشان ده حصل من وقت قصير, يبقى دي احدث الاخبار. عندي بعد كده number five, is cloth, هو قماش, or material, او مادة خام, which can be used to make clothes, يمكننا ان نستخدمها لصناعة الملابس. skin يعني جلد الانسان او جلد الحيوان, metal معدن, skill يعني مهارة, fabric القماش, طبعا بيتكلم على fabric. Number six, to get the opposite of the word broken, عشان تحصل على عكس كلمة broken يعني مكسور. We add the prefix, بنضيف البادية ايه, طبعا بنضيف unbroken يعني غير مكسور. اما الcorrect, السؤال الرابع, there is no bread, مفيش عيش او خبز, so we need go to the breakfast, طبعا we go to the bakers, الى المخبز. طبعا need بيجي بعدها to زائد مصدر, يبقى we need to go, محتاجين ان نذهب الى المخبز. Number two, هنا بيقول لي if you keep eating sweets, اذا انت استمرت في اكل الحلوى, you have bad teeth. طبعا هنا دي قاعدة if, الحالة الاولى if جه بعدها فعل في المصدر, يبقى الحالة الثانية will والمصدر, يبقى you will have, يعني لو استمرت في اكل الحلوى سوف تحصل على اسنان سيئة. Number three, احمد not come, يبقى لما يحطوا لي كلمة not يبقى عايزين ننفي الفعل. احمد not come to school tomorrow, ودي قاعدة if هي جت في النص, if he feels ill, اذا هو يشعر بالمرض, دي الحالة الاولى. بعد اف جيم ضارع بسيط, يبقى قبلها ويل والمصدر او وونت والمصدر, طبعا دي هننفيها هتبقى وونت اللي هي ويل نوت, يعني وونت كم, سوف لا ياتي الى المدرسه اذا كانت سنانه, اذا كان يشعر بالمرض. نمبر 4 بيقول لي هنا I decided buy a water bottle that I can reuse from the شوب, انا قررت ان انا اشتري زجاجة مية, ووتر. يبقى هنا طبعا الفعل decide بيجي بعديه to زائد مصدر, to buy, انا قررت ان انا اشتري, او ووتر بوتر هي صوف بوتل يعني زجاجة, قررت اشتري زجاجة ماء, that I can use from the shop, الذي يمكن استطيع ان اعيد استخدامها من المحل. عندي بعد كده رقم 5, if you not avoid اتجنب, if you not avoid cutting down our rainforests, اذا انت لم تتجنب
قطع او ازاله الغابات المطيره بتاعتنا. We want stop climate change. يعني نحن لا سوف لا نستطيع ان نتوقف عن او يتوقف التغير المناخي. طبعا هنا الاجابه if you don't avoid, الفعل المضارع البسيط لما حين بننفيه بننفيه بdon't او مصدر او doesn't او مصدر. ايه اللي هيجي مع you هنا؟ يبقى don't او avoid. اذا لم تتجنب don't او avoid. إذا لم تتجنب قطع الغابات سوف لا نستطيع أن نتوقف عن أو نوقف تغير المناخي. خلصنا تدريبات الدرس الثالث والرابع يا شباب كاملا. والباراجراف اللي عندك في نهاية الصفحة نهاية الكتاب بيتكلم على A review about a recycling project, يعني مقالة نقدية عن مشروع إعادة التدوير. إليك بسرعة أعزائي لايك وشير والسبسكرايب عشان توصل لكل أصحابك. كان معكم مستر إسماعيل حلمي, أتمنى لكم التوفيق والتفوق, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.